تحية نوادر لكل مشاهدينا في كل مكان. والأسماك هي تعد من واحد الفواكه القومية المهمة، إذا اهتمينا بها الاهتمام المفروض تقوم عليه كل الجهات المسؤولة. ولو شفت يعني من خلال يعني زيارتنا للخزان اليوم في حياة تفاصيل كثيرة، الشوارع، الخزان ذاته، لكن لفت انتباهي الزول اللي بينظف في السماء. أيوة. يعني شوف الرزق ده كيف. نعم، أي واحد عنده مهمته. مهام. نعم. ويستفيد منها يعني. صحيح. نعم، والأسماك أكيد عندها أدوار كبيرة جدا في صحة الإنسان. نعم. واحتمال يكون عندها كمان أثر على القلب. أنا يعني لأنه نحن ما أهل الاختصاص، هنشوف بعد شوية منا مع ضيفنا. صحيح، طبعا هو السمك من الوجبات الجميلة والخفيفة والفيها اليود والفوسفور والتفاصيل ممكن يستفيد منها الإنسان، لكن على القلب دي ما عارفين. عندنا زول مهم جدا موجود معانا، اختصاصي القلب دكتور عوض عبد الله، ورئيس جمعية القلب السودانية، حيتكلم لنا عن هذه الجمعية السودانية، تحدث لنا عن برضو واحدة من المبادرات المهمة جدا، وكيف كل مرضى القلب يعملوا بعناية ويحتنوا بنفسهم بصحتهم من خلال هذه الاستضافة. تحية لك. أهلا بكم وأهلا بالشروق وأهلا بالمشاهدين الكرام. أنا وحبيت جوعتونا من الصباح. أنا أجمل أكلة يعني صراحة. نحن كنا نقول عن القلوب. لكن طيب نحن قبل ما نخش في القلوب بتاعتكم بيقول لك القلب الرهيف، القلب في قلب رهيف؟ أيوه في قلب حنين كده. ده إحنا ما بنعرف يو كأخصائيين قلب. نعرف القلب المضخة. نعم. لكن تعرف في حتة في القلب اسمها سويداء القلب. سويداء القلب، نعم. دي منطقة مهمة، دي اللي هي بتوري إنه الزول ده لما أنت تشوف زول بتحبه قلبك بدك. شفت الشعور ده؟ نعم. لما يخلعك زول قلبك بيمشي سريع. بيتميز بعدد الدقات مثلا؟ أيوه يعني هي ولا الاضطراب القلبي ولا أنت حسب الوضع اللي أنت فيه. الإحساس. أول حاجة بتحس بها في قلبك، تحس بحاجة إنه أنت لو مهيئ مثلا لامتحان أو لانترفيو. نعم. بتشعر بإنه في هيبة. صحيح. من الموقف ده بتشعر بها دقات في قلبك. نعم. فالحتة اللي في القلب اللي بتوصل العصب للقلب هي اسمها سويداء. سويداء القلب. وهي دي شنو؟ هي نقطة بتحول كهرباء لعلامات للقلب. نعم. خشيت أنت بعد ده. أيوه. فهي يا دكتور يعني بيقول لك في قلب اسود وقلب ابيض حسب تفاصيله، دي دعاءات دي دي بالمية. لكن القلب هو المضخة الرئيسية. اذا صح القلب صح باقي الجسم. نعم. يعني هو الحاجة الوحيدة اللي بتشتغل في جسمك مما يلدوك حد ما انت تكون بعد ده جاهز للارايق. نعم. فهي نعم مضخة مهمة جدا، إذا صلحت صلح الجسم كما قال الحديث الشريف. نعم. فنحن بنعرف القلب كالمضخة دي. نعم. ونحن مجموعة بتاعت أخصائيين القلب في البلد المعنيين بترقية المهنة ونصح الناس المنظمهم تنسيق أمراض القلب في السودان، نحن بننصحهم كمهنيين. فنحن ناس يعني بنعرف نشتغل، نفتح شريان يعني سباكين بتاعين شرايين القلب او عندنا ناس زملائنا بتاعين كهرباء القلب. نعم. مننا اخصائيين اطفال واخصائيين جراحه، فنحن ما عندنا في الانشاء الكثيره، بنعرف بس نعالج شغل القلب. ايوه. نعم. فبالتالي دي جمعيه القلب السودانيه فيها زي 150 طبيب سوداني شغالين في البلد، وعندنا زي 500 طبيب سوداني مقيمين برا في معظم بقاع المعمورة، هم أعضاء معانا وبنتشاور معاهم في إننا كيف نرتقي بأمراض القلب في السودان. عندكم أدوار قمت بها في الفترة السابقة؟ عندنا حاجات كثيرة عملناها، وعندنا دور فعال في أفريقيا. يعني هسه عندنا رئيس الجمعية الأفريقية لأخصائي القلب سوداني دكتور سعد صباحي، وأنا رئيس أخصائي القسطرة الأفارقة، وعندنا نشاط في المنطقة اللي حوالينا. عملنا قساطر في أثيوبيا ساعدنا فينا تقوم بعد ما نحن نهضنا. يعني من 2005 حصل طفرة في العلاج في القلب في السودان، اللي هي القساطر زمان ما كان فيه. صح حصل بمجهودات فردية، لكن هسه مشينا فيها مشي في إننا نعمل معظم الحياة بتتعمل في القسطرة في السودان. فعندنا 25 معمل قسطرة في السودان في حتات كثيرة مختلفة. فبقى العلاج يرتقي لمستوى مقارنته على الأقل بالمنطقة الأفريقية وكده. نعم.
طيب احنا يعني عارفين كل الاطباء في كل المجالات بيعملوا في ظروف صعبه جدا خصوصا في هذه الايام مع انعدام الادويه، عدم توفر الاجهزه لبعض المرضى، في حالات بتجي مستحصيه، واحنا معروفين انه في السودان عندنا قصور في بعض الاشياء، لكن حنجيب في الحته بتاعت انه جائحه كورونا وكيف نكسب الرهان لمريض القلب في هذه الجائحه ومفروض يعمل شنو. طيب هو شوفي مساله كورونا دي اصلا العالم كنا كدكاتره بنعتمد على حاجه اسمها الطب المبني على الدلائل. انه ما في زمان كان بيقول لك انا البروفيسور بتاعي قال لي كده وقالوا لي كده في المدرسه، هسه بيجي الكلام ده في الاونه الاخيره دي ما في. انت بتعتمد على حاجه اسمها الطب المبني على الدلائل. ناس عملوا تجارب وعرفوا انه الحاجه دي بيعالجوها كيف، يعني مثلا انه دقه القلب السريعه دي بمرور الزمن بقى عندهم خبره انه يعالجوها كيف، واتفقوا اخصائيين القلب عالميا انه ده هو الطريق الصحيح انك تعالج بيه الحاله دي. يبقى انت كطبيب قاعد في السودان او قاعد في امريكا ما بتفتي، لانه عندك حاجه ماشي بيها، الخطوه الاولى تعمل كده، الثانيه تعمل كده، لانه ده مبني على الدلائل ما بتحيد عنه ابدا، زي البروتوكول يعني. ايوه بروتوكول. جاتك كورونا دي بقى الناس ما عارفين عنها اي حاجه صراحه، العالم كله قاعد فيها في السهله. عرفت التعبير ده؟ نعم. انه بقى ما عندهم راح لهم الدرب في المويه زي ما بقول لك. سليم سليم كلام سليم. ما عندهم يوم يقول لك الكلوروكوين. نعم. ثاني يوم يقول لك الكلوروكوين ده طلع ما عندهم مره اعمل كده، بقى ما عندهم المسودة أو البروتوكول اللي بيمشي بيه. نعم. عشان كده أنت قاعد هنا في السودان ولا قاعد في أمريكا واحد واحد في العلاج، في العلاج المطلوب للكورونا. عرفت؟ نعم. لكن في حاجات متفقين عليها، إنه أنت عشان تقلل من انتشار خليك من علاجه، إنه لازم تعمل التباعد الاجتماعي ولازم تلبس ورا كله كمامة صحة وابتسامة يا سلام، وهي كمامتك حياتك وحياة من تحب. نعم. فدي نحن لو قدرنا عليها بتخفف وضعة الكورونا في البلد. نعم. لكن لأنه نحن معروفين أمة جسدية يعني عندنا مشكلة وفي أفريقيا اجتماعيات. أيوة ما بنقدر ما بنقدر فإبقى إحنا علاج ما قادرين عليه، وحياة البسيطة دي ما قادرين عليها. عشان كده منظمة الصحة العالمية قبل 4 شهور توقعوا إنه أفريقيا والمنطقة بتاعتنا دي هي هتكون بؤرة انتشار الموجة الثانية للكورونا. يعني نحن لسه نحن ما طلعنا منها. نعم. بعدين أنا كشاهد على العصر وشوف عين إنه الكورونا دي بتقتل ناس كتار والله. نعم. ومنتشرة يعني. أنت الناس عارفينها، وانت هسه بتكون براك بتعرف كم زول توفى مات بالكورونا او جاتهم الكورونا. صح. فبالتالي الخطر بتاعها حقيقي. نعم. وواقع ولسه ما انتهينا منه. نعم. ده من ناحية، والناس اللي عندهم أمراض قلب مزمنة وعندهم ضغط وسكري في خضم الكورونا بقينا ننساها. نعم صحيح. بيجي الزول يجيبوا الوجع. زمان نحن كأخصائيين قلب كلنا اسم التوعية المجتمعية دي كنا بنوعي الناس انه لو جاك وجع وبنوصف وجع الذبحة كيف تقول في الصدر بيمشي الحلق، بينزل يدك الشمال، لما تمشي بيزيد، لما تجيف بيروح. هل الأعراض اختلطت؟ أعراض الكورونا؟ لا ما اختلطت، لكن الناس بقت تاكلها على اللبات. عارف الكلام ده؟ نعم. بقى انه يجيب الوجع، والوجع بدي تحذير مبكر انك تمشي احسن تتحرك. ما بيمشوا ليه؟ لانه خايف، حيقول لك يا اخي المستشفى فيها كم زول عنده كورونا. اي مستشفى اجيب لي عدوى كمان ايوه اجيب لي عدوى وبعدين اجي راجع للبيت والاولاد وكذا. نعم مشكله. فبالتالي يعني مثلا اقول لك نحن في مستشفى الشعب بنعمل قسطره للذبحات. يجي زول عنده ذبحه نعمل له قسطره، ده افضل علاج ليها. نعم. في نفس الوقت ده شهر 2 لشهر 5 2019 عملنا 601 قسطره لذبحه. نعم. في نفس المواعيد من 2 شهر 2 لشهر 5 2020 اللي هو في عز الكورونا نقصت ل 345. النقيص دي جات خوف؟ النقيص دي ما عندها تبرير غير خوف، لانه القسطره اساسا مجان، العيان ما بيدفع تعريفه. ما بيدفع. نعم. بيجي اباط والنجم. نعم. ما عنده بس عنده ذبحه بنركب ليه الدعامات ودعامات اصليه وامريكيه الصنع والمانيه الصنع مدفوعه الاجر. يعني العيان ما عنده غير انه يجي يرقد
يجي يرقد. طيب العدد ده ناقص ليه؟ لما نحن سألنا وعملنا البحث ده في ناس قالوا احتمال الولايات نقصت منها. نحن بالنسبة لنا الولايات ما نقصت لأنه ما في زول بيوقف لي إزعاف. صح. أنت لو جيت ساي من غير إزعاف قلت لهم الزول ده عينوا لي للبوليس ده بيمشي بيمشيوا. وحتى ال 345 دل فيهم ناس الأبيض وناس القضارف والناس كل الناس ولايات البيونة. فبالتالي السبب الوحيد في نقصانه إنه حجام الناس عن إنه يمشوا المستشفى بأمراض خوف. ممكن تكون فنحن نستغل السانحة دي ونوري الناس إنه ما تخلي خوفك من الكورونا يمنعك تمشي تتعالج لأمراض أساسا كانت مزمنة وأخطر وقد تكون سبب في وفاة. أيوة. فبالتالي دي حاجة مهمة. نعم. الحاجة الثانية اللي عملناها لما لقينا الناس ما دارين يجوا في مبادرة جات من الدكتورة في الحكمة اسمها رؤى خلف الله أنا بحييها من المنصة دي. هي تضامن مع جمعية القلب السودانية هي شغالة في مؤسسة اسمها الحكمة شركة تجارية جات بالفكرة إن اسمها طبيبك في بيتك. نعم. زي طبيب الأسرة كده. أيوة. ديل أخصائيين القلب في جمعية القلب السودانية اللي هي المبادرة كده بين جمعية القلب السودانية والحكمة بتضرب أنت تلفون للأخصائي القرض منا إنه ما نخليك تجي المستشفى إلا إذا كان كنت عايز دخول أو حاجة سيريس. لكن معظم ناس القلب دين عندهم تساؤلات زور ركب مريو دعامة عنده مسيلات زور عنده منظم ضربات عايز يطمئن عليهم ما بيستحملوا يكونوا بعيدين من الدكاترة فترة طويلة. صح. فبالتالي الزول بيضرب تلفون الدكتور الأخصائي عندنا ناس نواب أخصائيين موزعين في كم طبيب تقريبا في الحتة 25 طبيب. 25 يعني هم كل أخصائي القلب في, 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 في الجمعية موجودين فيها 140 دين لكن الفرونت لاين ده الناس الاماميين دي 25 اخصائي وعندنا نواب اخصائيين موجودين في مناطق 20 منطقه في الخرطوم وعندنا 3 عربات اسعاف موجوده في جنب مستشفى احمد قاسم وفي ام درمان وفي الخرطوم. اللي هو لو يحتاج الزول بيمشي له الاسعاف والدكاتره دي قاعدين في عربات سايقينها صيادله تابعين لشركه الحكمه دي. اللي هو لو انا ضرب لي زول قال لي انا عندي وجع في صدري انا بغيم من التلفون ممكن يزعلني انه حبه الاسبرين ما بلعها امبارح وممكن يزعلني انه عنده ذبحه فبقوم بوجه اقرب ناس لي ولو محتاجين يمشوا له بيمشوا له وبيحلوا المشكله او جابوه المستشفى. فهي في الحقيقه لقيت اقبال رائع. ايوه. والان شغال المبادره شغاله هسه ليها 10 يوم ف لقيت اقبال رائع من الجمهور وحلت مشاكل حسب التقارير جات حلت مشاكل كثيره كان ممكن تكون مشكله. أيوة. طيب يا دكتور انت تكلمت عن القسطره اللي الان يمكن كلمت عن قريب 600 هل هي تشخيصيه ولا علاجيه والفرج دي الناس الذبحه دي اللي بتكلم لك عنها دي قسطره علاجيه يعني انت يعني لما تجي ذبحه هي ذبحه نوعين هي ذبحه نتيجة انسداد شريان تام وانت متخيل انه وقت الذبح ده الشريان ده مقفول. نعم. زي تخيل زي مزرعة مفروض الزرع الموية. ده يتزقي. نعم. انت لما توقفه منه الموية هينشف ال ايوه مسألة بتاعت زمن ممكن تجي وتلقى عوده لسه اخضر ترجع. صح. الموية نعم وفرهي التاني نعم وممكن تتأخر من العلاج خالص وتاني ما تحصله. نعم. يعني بعدين شاف تاني خلاص. أيوة عشان كده عندك زمن. فعشان كده نحن بنقول للناس إجوا في الزمن. استعجال. أيوة. ودائما بتجي بتحذير خفيف بتجي بوجع ازدياد الضربات إنك أنت تطلع في السلم نفسك تحس إنه في جهد. أيوة. حاجة تقيلة. أيوة من الهول للمطبخ زمان كنت بتمشيها. عادي. صحيح. فهي علاجة الذبحة عشان كده لأنه بيجي ما بتقدر تفصل العلاج ده لزول مستطيع ولا ما مستطيع لانه ما في زمن تدبير. صح. يعني صح. انت لو وديت الزول السوداني ده قلت له القسطره دي بكذا لو غاب لي 3-4 يوم بيجيب القروش ما في مشكله. صح. صح. لكن بتكون الرماد اوريدي
قال حمد انتهى. يعني ده ما يضرب لناس السعودية ويضرب لناس الحلة بيجيبوها، عشان كده هسه بقى الكلام ده ما في. انت علاجه مجان بس تعال، دي النقطة المهمة. ايوه تعال او اتصل بالمبادرة، اكيد في ارقام كده تتصل بها. ايوه تعال مستشفى الشعب او مستشفى مركز القلب، دي الحتات الحكومية مجانا. نعم. القصة دي. نعم. فبالتالي دي بيكون فيها فايدة لك احسن مما تلبد بمرضك بالمرض والزمن يفوت. ايوه هسه تاني عندنا مبادرة تبع منظمة الصحة العالمية اللي هي رقم موحد لسه 49 لسه ما فعلت، لكن هسه كل الاجراءات اكتملت. دي لكل القطاعات الثانيه فيها باطنيه وجراحه، يعني عندنا نحن اخصائيين جراحه قاعدين، انت بتضرب بيرد عليك دكتور دكتور في جونيور زول صغير بيعرف القصه وين، ولو بيقوم بيستشير الاخصائي بيجيك الحل ده، عشان ما نعد، لانه انا ما بتخيل مساله الكورونا دي هتعدي بسهوله. نعم. ولسه الناس زي ما قلت لك في حيصه وما عندهم ليها علاج اخرج. طيب انا داير اجيب في حته، المبادره مبادره عظيمه وبالتاكيد انسانيه من الدرجه الاولى. الولايات في فكره انه يكون عندها نصيب من المبادرات دي او في تحفيز للناس الاطباء الموجودين هناك يعني يعملوا شكل هذه المبادرات؟ نحن منتظرين انه نشوف نجاح. ما انت في الطب ده في حاجات قبل كده ما حصلت. صحيح. يعني كونه انه انا اعالج عيان بالتلفون دي جديده، يعني كانت في وقت من الاوقات ممنوع فرضت الظروف انك اي تدي اي نصيحه طبيه بالتلفون. يعني ممكن عيان يقول لك انا اضرب لك يقول لك الحبه الصفراء نسيها انت، فممكن يقول لك عندي كده، يعني المواجهه مع العيان مهمه خليك تشخص كويس. ايوه لكن للضرورة أحكام. نعم. وهسه من تقييمنا للتجربة الحالية دي نفعت في حتات كثيرة جدا، وإنه عيان فعلا ما بيحتاجي، فحنقوله بعد ذاك للأغاليم، لأنه عندنا ناس في الأغاليم جاهزين يعملوا القصة، أخصائيين قلب وأخصائيين جراحة. أنا دار أزال من أمراض القلب في السودان عموما في الفترة السابقة تكلمت عن التطور الهائل. هل في انتشار لأمراض القلب أو في يعني الظروف المحيطة، الظروف النفسية المادية، هل ساهمت؟ بالتأكيد، هو أن أنت بقينا نعرف أكثر كمان أمراض القلب، عشان ما يجيك وجع في القلب ولا شريان دي عايزة أنه يكون عندك سكري أنت مهمله، عايز يكون عندك ضغط انت مهمل. طبعا نحن كسودانيين اهل الاهمال، في حاجه ما بتوجعك بتقول ما في اي مشكله. شوف السكري ده ما بيعمل لك اي مشاكل 20 30 سنه بيجيك في اللفه، صح؟ لانك بتاكل عايش حياتك. ايوه عايش حياتك. الضغط اساسا ما عنده اعراض، يعني نحن معظم الناس اللي عندهم ضغط لما نجي نقول له اول مره عندك ضغط بيجينا بمصيبه. بيجينا بكلى عايز غسيل، بيجينا بجلطه، يجي بزبحه. دي الحاجه الضغط بيعرفك انه عندك ضغط. ما في حكايه الزول يمشي يا جماعه كده قيسوا لي ضغطي ده، ما في. ولا لما يجي يتعين في اي شغل بيعمله ولا ايوه يعني. ايوه مشكله. فاول حاجه يقول لك انا ماشي، انت ماشي مهابش مالك الوداك الوداك خليني كده. ايوه ده لما الناس تقول لهم والله الليله ظهر لي يقول انت مالك الوداك شنو. هذا الواحد لو مشى الدكتور بيلقى 100 مرض عشان ما يفتش روحه. وبعدين حكايه السكري بيجي بكثره البول ده انتهى، بيجي السكري بس يجي كده. نعم. وما تشعر اعراضها مختلفه. نعم. وبعدين اكلنا يختلف، صح؟ والتيك. طيب انا يعني طالما انت جبت سيره معروف انه مع السمك ده والله الليله انت من الصباح الليله في جوع معروف انه يعني مريض القلب عنده يعني وجبات معينه بياكلها من الفيتامينز من كذا اذا كان في الفواكه والخضروات، لانه ممكن يكون عنده سيوله او بياخذ حبوب سيوله او في تفاصيل كثيره. لكن في ظل جائحه كورونا هل بيستمر بنفس النظام ولا في تغيير؟ هو النظام الغذائي لأي مريض بتاع قلب هو يكون أي حاجة، يقول لك الحكمة بتقول إنه أي حاجة كان بيأكل الإنسان البني أي حاجة فيها شغل عمل البني آدم، زي مثلا حاجة بسيطة زي مكرونة شعيرية باستا دي كل ما ختيتها كل ما كان كويس. لكن كل هي خضار و الفواكه والحاجات المشويه ويعني بكل الوانه ما في اي حاجه انت ما فيها اجتهاد
شديد. يعني زمان الانسان العصر الحجري ده كان بيشيل من الشجر ما مصنعه يعني. ايوه حاجات ما مصنعه. يعني اي حاجه بيخش فيها الدقيق والسكر دي تختاها. نعم. غير كده فيا حتكون اثر في ناس كانوا بيسووا يومهم وطيومهم بيوم. صح. ايوه. فبالتالي بيمشوا من حاجات كان بياخدوها فريش. هم مش علم ولا وعي من لكن دي طريقتهم كده انه يقوم الصباح يشتري خضار الماطي. نعم. وحاجات زي نعم بقى ما في ما بتقدر تتحرك. ايوه حيضطر حياكل حاجات. احس مع اننا نحن كاطباء ضد حكايه انه يفتحوا البلد كده. صح. لكن جات في عنق الزجاجه. نعم. ايوه نعم. فلكن لازم نقول لها حل يعني لازم. يعني البلدان اللي كانت فاتحه الحصر ده ما فيها حصر دي بلدان وصلت شأن كبير من التقدم. صح فعلا. انت لو اتزنقت هم بيخرجوك. صح. وبالرغم من كده عندهم موت شديد. نعم. نحن ناسنا لو اتزنقوا هنا الزنقل بتحتاج فعلا لكل التقدم في الطب ما عندنا. يعني بعد ما نلقى زول منفس او الداعم للجهاز التنفسي ده قد ما نلقى التقنية بأننا نغذيه حد ما يتخارج منه. ده كلام سليم. فبالتالي ما عندنا حل غير أنه نخفض من انتشاره. نعم. طيب يا دكتور في سؤال مهم والشارع برا بيتكلم. هل نحن أنا بصفتي يعني مواطن وكنت عايش في السودان أنا نظرتي أنه القطاع الصحي أصلا هو منهار. يعني إذا كنا من ناحية مبنى من أجهزة عموما لا أقصد مستشفيات خاصة وكذا. هل القطاع الصحي اللي امتد 30 سنة بظروفه كان له تأثير إنه الآن الناس في عنق الزجاجة؟ يعني كان ممكن نكون أفضل من كذا؟ بالتأكيد. نحن لو كان عندنا بنية سليمة ما كنا معتمدين على القطاع الخاص اللي هو بيحتمل على سياسات أسياده. نعم. يطلع بيه أو ينزل بيه. لو كان عندنا البنية الأساسية قوية قد ما كان نكون في الوضع ده هسه. نعم. نعم. فانت ما بتجي بين يوم وليله انك انت داير تنهض بقطاع صحي وباقي البلد. نعم. انت ناس مجروره وتجرب يقول لك سمحت القصيده. فانت القطاع الصحي ده هو انعكاس لسياسات و يعني نحن كمهنيين السياسه بتخش. نعم. لكن اجابه على سؤالك هي جزء من الحياه. يعني ايوه. صحيح. اذا كان البنيه التحتيه القطاع الصحي كانت قوية والاتجاه للقطاع الخاص ما كان بالقوة الحصلت دي كان ممكن نكون في وضع أحسن ونقدر نعالج الكورونا. طيب وحسب بالمناسبة ما كعبين شديد. ما كعبين شديد رغم الظروف. أيوة. رغم الظروف في تضحيات وتحرير. أيوة. في ناس والله دكاترة شغالين انت لو مشيت مراكز العزل دي شغالين بحرارة قلب شديدة. صح. يعني هو مراكز العزل شوف السودانيين كمان بيقول لك انه ما داري يمشي مركز العزل هو عنده كورونا وتعبان جدا. مراكز العزل معموله ليه؟ لانه لموا فيها احسن ناس بيعرفوا يعالجوا الحاجه دي. لا تهيئه. ايوه مهيئه باسطافه انه ديل احسن ناس احسن ليك احسن حته احسن تمشي الحته دي بما ما تتجهجه لناس خايفين منك زي زي انت ضايق حتى ناس البيت. ايوه ناس البيت وتمشي في مستشفى تدس اعراض الكورونا والناس عارفين عندك كورونا. نعم. وما ما قادرين يتخرجوا منك وخايفين منك فانت وداك بيعالجك بحب. نعم. الزول في ال بيضحي بنفسه. أيوة. العدو وقاعد. فانا بنصح الناس زول اللي بيجيو احسن احسن يمشي ليها. طيب. مركز دكتور عوض يعني كلام مهم جدا كلام انه الواحد لازم يقعد في مراكز العزل ونبعد من حته انه الكورونا وصفه يعني ده مرض جالي كل العالم جالي. أيوة. رئيس مجلس وزراء بريطانيا وغيره ما عنده كبير. نعم. ما عنده كبير ولا عنده صغير. أيوة. خلينا نقف في انه ندي نصائح عامه لمريض القلب وبرضه نتكلم يعني او احنا بنخطب حوار نتكلم عن ارقام تلفونات او يعني للمبادره برضه اذا كان ممكن تكون موجوده لكل الناس وكيف يقدروا يتواصلوا مع المبادره برضه. طيب هي التلفونات موجوده في كل السوشيال ميديا باسامي الاطباء المسؤولين ديل حتتغير كل فتره بنحللها. ايوه الكورونا زي ما قلنا الحته المحك في انه تتفادى انها تنتشر وما نشوف الانفراج الاخير دي الكورونا لسه موجوده ومنتشره والناس بيفتكروا ان افريقيا هي حتكون المحطه مشكله الكبيره لها. نعم. نعم نحن بنحييك يا دكتور
وبنقول للناس يعني افرحوا وفرفشوا شويه كده عشان القلب يتحرك. ايوه القلب عايز بهجه، عايز سمك. نحن بنحييك كثير. شكرا لكم. شكرا لك. الله يبارك فيك. كل مشاهدينا اللي تواصلوا معنا فاصل ونعود.